السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع العربية وعلومها، هذه الدروس للمبتدئين العربية الجميلة. العربية التي تركها العرب والأعاجم آه فكم اشتد بي البطاح لهوان اللسان العربي المتلألئ الوضاح. العربية بيانها فتاح لمعاني كلام الله ومراده، وخير موطئ وخير مفتاح. آه عليها كأنما هي بطاح حسناء آسرة، تفيض منها درر البيان سانية كالفجر يتململ بين غبشه وإفلاق الصباح. العربية الجميلة ممشوقة القد تتراقص المعاني حول خصرها الأهيف وتتموج كسنبلة تداعبها الرياح. إيه الرغية الضاد غزرت معانيها كماء جادت به ديم السماء، فاستسقى بها الخاطئ وارتوى بعذبها القلب، فأورق فيها روض الإلهام وشدت بها بلابل الروح، إنها العربية ولا أجد في هذه الكلمات المتقدمة لدرس اليوم إلا كقول الشاعر الحاضر السري الرفاع العراقي لما وصف شمعة، فعربيتنا صار كالشمعة يقول عن الشمعة مفتولة مجدولة تحكي لنا قد الأسد، كأنها عمر الفتى كأنها عمر الفتى والنار فيها كالأجل والنار فيها كالأجل تذوب تذوب العربية إذا تلقت، فهي معي لتؤنسنا ونؤنسها في وحدتها. للكلمات العربية حالتان، حالة إفراد الكلمة وحالة
تركيب الكلام. فقد تأتي الكلمة مفردة على وزن خاص وهيئة خاصة. وهذا الوزن هو علم الصرف. ودراستها وبحثها وهي مركبة مركبة كما يقتضيه منهج العرب في كلامهم من رفع ونصب وجر وجزم أو بقاء على حالة واحدة أي البناء. وذلك من غير تمدد ولا تغير. فذاك علم الإعراب. فالصرف علم بأصول نعرف بها صيغ الكلمات العربية وأحوالها كالبناء مثلا. وهي ليست بإعراب. فالصرف علم يبحث عن الكلم والكلام من حيث ما يعرض له من تصريف وإعلال وإدغام وإبدال. وبه نعرف ما يجب في بناء الكلمة قبل انتظامها في الجملة. وموضوعه الاسم المتمكن أي المعرب والفعل المتصرف. فلا يبحث عن الأسماء المبنية ولا عن الأفعال الجامدة ولا عن الحروف. وقد كان قديما جزءا من علم النحو أي الصرف. وكان يعرف النحو بأنه علم تعرف به أحوال الكلمات العربية مفردة ومركبة. والصرف من أهم العلوم العربية، فعليه المعول في ضبط صيغ الكلم والكلام. فالصرف أساس من أسس العربية كمعرفة تصغير الكلمة والنسبة إليها. والعلم بالجموع القياسية والسماعية والشاذة ومعرفة ما يعتري الكلمات من إعلال أي دخول حروف العلة أو إدغام أو إبدال. حروف العلة الواو والألف والياء. والإدغام والإبدال فبدونه كيف نقرأ القرآن وكيف نفهمه فنفهم مراد الله سبحانه وتعالى. وغير ذلك من الأصول التي يجب على كل أديب وعالم أن يعرفها خشية الوقوع في أخطاء يقع فيها كثير
من المتأدبين أي الأدباء أي العلماء. كما قلنا سابقا أن الكلمة لها أقسام، الاسم والفعل والحرف، أي حرف المعنى. الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان، كقولك خالد، أحمد، فاطمة، فرس، حصان، جواد، طائر، ديك، بيت، حائط، مبنى، قطار، سيارة، طاولة. فكل ما يحيط بنا وهي المسميات لها أسماء، وعلامته أن يصح الإخبار عنه، كإضافة التاء، كقولك قرأت، كتبت، أو كقولك كتبنا، قرأنا بإضافة الألف. أو يقبل ال للتعريف، كقولك الرجل، المرأة، البيت، المدينة، العصفور، الصدر، البناء، التقوى، الإسلام، الإيمان. وقبوله حرف النداء غالبا، كقولك أيها الناس، أو في الدعاء يا الله، ويعرف كذلك بدخول حروف الجر عليه. كقولك في المدرسة، ففي حرف من حروف المعاني يجر الاسم، فنقول في المدرسة، وهو من أسباب الجر في اللغة. فالجر أو الخفض له أسباب أخرى، كالجر بالإضافة والتبعية، كذلك الاسم من علاماته التنوين، وهي نون ساكنة زائدة تلحق أواخر الأسماء لفظا وتفارقها خطا ووقعا، وهو ثلاثة أقسام أو أنواع. الأول يسمى تنوين التمكين، الذي يلحق الأسماء المعربة المنصرفة، كقولك رجل، رجلا، رجل، كتاب، كتابا، كتاب.
ولذلك يسمى تنوين الصرف أيضا. التنوين الثاني تنوين التنكير، وهو ما يلحق بعض الأسماء المبنية كاسم الفعل مثلا والعلم المختوم بويه، وهذا قليل. فرقا بين المعرفة منهما والنكرة، فما نون كان نكرة سيبويه، وما لم ينون كان معرفة مثل صه وصه ومه ومهن وإيه وإيهن. وكقولك مررت بسيباويه وسيباويه آخر، أي مررت برجل آخر مسمى بهذا الاسم وهو قليل. فالأول معرفة والآخر نكرة لتنوينه. وإذا قلت صح فإنما تطلب إلى المخاطب أن يسكت، أن يسكت عن حديثه الذي هو فيه، فهو فعل أمر صح تأمره بالسكوت. وإذا قلت له مه فأنت تطلب إليه أن يكف عما هو فيه، وإذا قلت له إيه فأنت تطلب منه الاستزادة من حديثه الذي يحدثك إياه، وهذا نستعمله كثيرا في كلامنا العامي اليومي. أما إن قلت له صهن ومهن وإيهن بالتنوين فإنما تطلب منه السكوت عن كل حديث والكف عن كل شيء والاستزادة من حديث أي حديث. التنوين الثالث هو تنوين العوض، وهو إما أن يكون عوضا عن مفرد، وهو ما يلحق كلا وبعضا وأيا، وهو ما يلحق بعضا وأيا وكلا عوضا مما تضاف إليه، كقولك كل يموت، أي كل إنسان سيموت. الفعل ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمان، كقولك تعلم وفهم وقام وسافر وجاءت وطالت وناحت. وعلامته أنه يقبل قد أو السين أو سوف، ويقبل تاء التأنيث الساكنة أو ضمير الفاعل أو نون التوكيد، كقولك قد جاء قد قال قد قام
قد يقوم قد يقول قد يجيء. سنقول سيقول ستقول سوف نتعلم سوف نسافر. قامت قالت جاءت ليكتبنا ليقرأنا اكتبنا اقرأنا. الجزء الثالث أو القسم الثالث للكلمة هو الحرف وهي حروف المعنى، ولا نقصد بها حروف المبنى أي حروف الهجاء العربية. الحرف ما دل على معنى في غيره كقولك هل وفي وعن وعلى وإن إلى آخره. الحرف ليس له علامة يتميز بها كما الاسم والفعل. وهو ثلاثة أقسام: حرف مختص بالاسم كحروف الجر والنصب التي تنصب الاسم وترفع الخبر، وحرف مشترك بين الأسماء والأفعال كحروف العطف، وحرفي الاستفهام لأن للاستفهام كذلك أسماء. المركبات وأنواعها وإعرابها: المركب في الكلام قول مؤلف أو يتألف من كلمتين يتألف من كلمتين أو أكثر أكثر لفائدة، سواء أكانت الفائدة تامة كقولك الصدق دليل الإيمان، النجاة في الصدق، أم ناقصة نور الشمس وتسكت. فهنا في الجملة نور الشمس ناقصة، أولا المركب الإسنادي أو الجملة. فما الإسناد؟ الإسناد هو الحكم بشيء كالحكم على زيد في قولك زيد صادق، والمحكوم به يسمى مسندا، والمحكوم عليه يسمى مسندا إليه. فالمسند ما حكمت به على شيء، والمسند إليه ما حكمت عليه بشيء. والمركب الإسنادي يسمى كذلك جملة، وهي الأشهر عند الناس. جملة ما تألف من مسند ومسند إليه. ونحن نتكلم عن أركان الكلام التام. الحلم زين يفلح المجتهد،
فهنا الحلم مسند إليه، لأنك أسندت إليه الزين وحكمت عليه به، والزين مسند لأنك أسندته إلى الحلم وحكمت عليه به، وقد أسندت إليه هذا الإسناد. والمسند إليه هو الفاعل ونائبه والمبتدأ، واسم الفعل الناقص، واسم الأحرف التي تعمل عمل ليس، واسم إن أخواتها، واسم لا النافية للجنس. الفاعل كقولك جاء الحق وزهق الباطل، أما نائب الفاعل كقولك يعاقب العاصون ويثاب الطائعون. أما المبتدأ الشمس ساطعة، الصبر مفتاح الفرج. أما اسم الفعل الناقص لكان، قال الله تعالى وكان الله عليما حكيما. واسم الأحرف التي تعمل عمل ليس كقولك ما زهير كسويا. تعز فلا شيء على الأرض باقيا، لا ت ساعة مندل. إن أحد خيرا من أحد إلا بالعلم والعمل الصالح. أما اسم إن كقول الله تعالى إن الله عليم بذات الصدور. أما اسم لا النافية للجنس كقولك كلمة التوحيد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والمسند هو الفعل واسم الفعل وخبر المبتدأ وخبر الفعل الناقص وخبر الأحرف التي تعمل عمل ليس وخبر إن وأخواتها، وهو يكون فعلا كقولك قد أفلح المؤمنون، وصفة مشتقة من الفعل مثل الحق أبلج، واسما جامدا يتضمن معنى الصفة المشتقة كقولك الحق نور. أما الكلام فهو الجملة المفيدة معنى تاما مكتفيا بنفسه كقولك رأس الحكمة مخافة الله، أو كقولك من صدق نجا، اللهم اجعلنا من الصادقين. فإن لم تفد الجملة معنى تاما مكتفيا بنفسه فلا تسمى كلاما، كقولك إن تجتهد في عملك وتتوقف فهذه جملة ناقصة، ناقصة الإفادة، ناقصة الإفادة، لأن جواب الشرط فيها غير مفهوم. جواب الشرط فيها غير مذكور وغير معلوم فلا تسمى كلاما. فإن ذكرت الجواب
إن تجتهد في عملك تنجح، صار كلاما تاما له معنى. ثانيا، المركب الإضافي، ويأتي بعد المركب الإسنادي أو الجملة، وهو الذي تركب من المضاف والمضاف إليه، كقولك كتاب التلميذ، خاتم فضة، صوم النهار، وحكم الجزء الثاني منه أنه مجرور أبدا كما رأيت، وهو خاص بالأسماء، وهو سبب للجر في الأسماء، ندرسه عند دراستنا للإعراب. ثالثا، المركب البياني. المركب البياني كل كلمتين كانت ثانيتهما موضحة للأولى أو لمعنى الأولى، وهو كذلك ثلاثة أقسام: مركب وصفي، وهو ما تألف من الصفة والموصوف، فاز التلميذ المجتهد، أكرمت التلميذ المجتهد، طابت أخلاق التلميذ المجتهد. ثانيا، مركب توكيدي للتوكيد، وهو ما تألف من المؤكد والمؤكد، جاء القوم كلهم. ومركب بدلي وهو الثالث، أي النوع الثالث في المركب البياني، وهو كما ترى ما تألف منه البدل والمبدل منه: جاء خليل أخوك، رأيت خليلا أخاك، مررت بخليل أخيك. وحكم الجزء الثاني من المركب، أي الحكم الإعرابي، أن يتبع ما قبله في الإعراب كما رأيت، وهو من التوابع. المركب العطفي، المركب العطفي أي العطف، وهو القسم الرابع، يأتي بعد البياني والإضافي والإسنادي، وهو ما تألف من المعطوف والمعطوف عليه بتوسط حرف العطف بينهما، كقولك ينال التلميذ والتلميذة الحمد والثناء إذا ثابر على الدرس والاجتهاد، أو إذا ثابر على الدرس والاجتهاد، لأن الحكم حكم تثنية، وحكم ما بعد حرف العطف أن يتبع ما قبله في إعرابه كما رأيت. خامسا، المركب المسجي. المركب المسجي وهو كل كلمتين جعلتا كلمة واحدة، كقولك بعلبك وحضرموت وسيباوي وصباح مساء وشدر مذر. وإن كان المركب المسجي علما أعرب إعراب ما لا ينصرف،
مثل بعلبك. بعلبك بلدة طيبة الهواء، وسكنت بيت لحم حفظها الله، وسافرت إلى حضر موت حفظها الله. إلا إذا كان الجزء الثاني منه كلمة كقولك وي، فإنها تكون مبنية على الكسر دائما مثل سيبوي. عالم كبير، ورأيت سيبويه عالما كبيرا، وقرأت كتاب سيبويه، وإن كان غير علم كان مبني الجزئين على الفتح. زرني صباح مساء وأنت جاري بيت بيت. وأخيرا المركب السادس هو المركب العددي. المركب العددي من المركبات المزجية، وهو كل عددين كان بينهما حرف عطف مقدر كقولك 11 إلى 19، ومن 11 إلى 19 أو إلى 19. أما 21 إلى 99 فليست من المركبات العددية، لأن حرف العطف مذكور، لأن حرف العطف مذكور، لأنك تقول إلى 9 أو إلى 99، بل هي من المركبات العطفية. ويجب فتح جزئي المركب العددي سواء كان مرفوعا كقولك جاء 11 رجلا، منصوبة رأيت 11 كوكبا في صورة يوسف، أو مجرورا أحسنت إلى 11 فقيرا، ويكون حينئذ مبنيا على فتح جزئين. أحسنت إلى 11 فقيرا، أحسنت إلى 11 فقيرا. وبدأ التعب يلعب بلساني، ولعلي أتوقف عند المركب العددي وأختم بهذا القول الأخير، فأقول ما كان من العدد على وزن فاعل مركبا من 10 كالحادي عشر إلى 19 فهو مبني أيضا على فتح الجزئين كقولك جاء 14، رأيت 14، مررت 15، إلا ما كان جزءه الأول منتهيا الياء فيكون الجزء الأول منه مبنيا على السكون، جاء 11 والثاني 10، ورأيت 11 والثاني 10، ومررت 11 والثاني 10، أي ومررت 11 والثاني 10. الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله، أسأل الله أن ينفع بنا وبكم، وأتمنى من الله عز وجل أن نلتقي في موعد قريب، ففي رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.